تواصل بلدية الكويت حملاتها التفتيشية لمختلف الأنشطة التي تقوم بها الإدارات والمراقبات المختلفة لأفرع البلدية وفرق الطوارئ استعدادا لشهر رمضان، حيث قام فريق طوارئ بلدية الجهراء بحملة تفتيشية واسعة النطاق شملت الأسواق والمخازن والجمعيات التعاونية، وقامت بإتلاف 98 كيلو من المواد الغذائية وحررت 40 محضر أغذية. ضمن حملة صحتك تهمنا التي تقوم بها بلدية الكويت استعدادا لشهر رمضان المبارك، قام فريق طوارئ بلدية الجهراء بحملة تفتيشية واسعة في الجمعيات والأسواق. طبعا اليوم الحملة بناء على توجيهات من السيد مدير عام البلدية بضرورة تكثيف الجولات التفتيشية خصوصا قبل شهر رمضان المبارك، وذلك للتأكد من سلامة المادة الغذائية حتى تروح حق المستهلك بشكل يعني نظيف وما فيها أي لا سمح الله يعني انتهاء للصلاحية أو أي شيء ممكن يأثر على صحته. وطبعا هذه الجولات راح تكون مستمرة إن شاء الله بفضل الله، يعني الحين نطلع الجولات ونكثفها خلال الفترة هذه، وخلال فترة رمضان إن شاء الله بإذن الله راح تكون هناك جولات. الحملة رصدت عددا كبيرا من المخالفات لبعض المحلات لمخالفتها بعض اللوائح والأنظمة، وأتلف 98 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. نشوف هذا الحين المادة الغذائية المستخدمة، طبعا ما ندري متى تاريخه، متى سواها، قبل سنة سنتين ثلاث ما أدري، هو طبعا مخزنها هني، لا تاريخ صلاحية ولا مواد المستخدمة داخل شنو موجودة ولا المكونات، هذا تعتبر غير مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية. طبعا شوف شلون صاير شكلها، فرق طوارئ بلدية الكويت تقوم بجولات تفتيشية بصفة دورية على كافة المحافظات، وتستمر بعملها في شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان وجودة المواد الغذائية وسلامة المستهلك. إبراهيم سرحان، تلفزيون دولة الكويت.